بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. هنكمل كلامنا عن اللوبس، وبالتحديد هنتكلم المرة دي عن الوايل لوب. الوايل لوب زي ما احنا عارفينها، أنا بكتب كلمة وايل ثم بحط الكونديشن أو شرط الاستمرار في اللوب. طالما هذا الشرط متحقق أو قيمته بترو، فأنا بدخل إلى البادي بتاع اللوب وأكرره. وانس إن الكونديشن ده أصبح قيمته بفولس، ففي الحالة دي أنا هعمل اكزيت من اللوب. يعني مثال بسيط زي اللي قدامنا دوت، انا هنا عندي على سبيل المثال فاريبل اسمه كاونت قيمته بزيرو، وهنا الشرط بتاعي وايل ان الكاونت اصغر من العشرة، يعني طالما قيمة الكاونت اقل من عشرة فاذا انا عاوز انفذ الكود ده اللي هو برنت الكاونت. طالما انا استخدمت فاريبل اللي هو من نوع يعني رقمي او نيوميريك زي ما بنقول، واستخدمته بشكل كاونتر، ف اصبح لزاما عليا الكاونتر ده لازم ازود قيمته او اعمل له انكريمنت. ليه؟ طبعا لانه ما عملتلوش انكريمنت زي ما احنا عارفين هبقى دخلت في انفينيت لوب. يعني لو حبينا نجرب الكلام ده بسرعه، انا هفترض ان انا عندي فاريبل اسمه كاونت، والكاونت ده الانيشال فاليو بتاعته بصفر، وهبدا احط الوايل لوب بتاعتي. فانا بقول طالما ان الكاونت ده او الكاونتر بتاعي ده اقل من او يساوي العشرة، اذا نفذ لي الكود ده. طبعا ما انساش ان انا احط الفول كولون او النقطتين اللي هي فوق بعض، واقول له اعمل لي برنت. انا بس هنا عاوز اشوف قيمة الكاونت كام، وطالما ان الوايل لوب بتاعتي معتمد على كاونتر فانا لازم ازود الكاونت، فانا هقول له الكاونت بلس ايكوال 1. لو حبيت اعمل بلاي فبالفعل اهو طبع لي من الصفر لحد العشرة. اوكي، فيعني زي ما احنا عارفينها بالظبط الوايل لوب، هي طريقة الكتابة بس اللي مختلفة. طبعا زي ما احنا عارفين انا عندي برضو البريك ستيتمنت موجود عندي هنا في البايثون. البريك ستيتمنت زي ما احنا عارفين برضو في اللغات السابقة كلها، اللغات البرمجة اللي اشتغلنا بيها، بتتمكنني ان انا اعمل اكزيت من اللوب وقت ما انا عاوز. فانا ممكن احدد شرط معين، لو تحقق اخرج من اللوب دون الحاجة ان انا اكمل بقية الاتريشنز. فيعني هنا مثلا على سبيل المثال هو عمل الوايل لوب بتاعته اللي هو بيزود الكاونتر لحد 10 زي ما احنا لسه عاملينها دلوقتي، وقال والله لو الكاونت وصل 5 انا عاوز اعمل بريك وما اكملش اللوب. اوكي، فتعال نكمل، يعني ممكن نجربها. فانا هنا هعدل في الكود، هقول والله اف ان الكاونت كان ايكوال ايكوال 5، اذا انا عاوز اعمل بريك من اللوب. خليني هنا برضو اجيب جملة الطباعة دي اخليها هنا كنترول اف، يبقى الطباعة انا اخرتها شوية بعد ما هزود الكاونتر. وبعدين اما يخلص خالص خليني اكتب برضو برنت ان احنا دلوقتي اوتسايد اللوب. لو جربنا بالفعل اهو، اول ما الكاونتر وصل 5 عمل بريك وبالتالي ما طبعش الكاونت، فالخمسة ما طبعتش واتجه الى نهاية اللوب وكتب لي اوتسايد اللوب. اوكي، يبقى ده في حالة ان انا عاوز اعمل بريك. ممكن برضو اعمل كونتينيو. الكونتينيو الفرق بينه وبين البريك ايه؟ الكونتينيو معناها انت بتقول عدي بس الاتريشن دي وكمل. يعني انا عاوز لو شفناها عملي، طبعا انا عارف الكلام ده احنا عارفينه بس احنا ساعات بننساه لان احنا ممكن ما نكونش بنستخدمه كتير. لو جربنا الكونتينيو وشفنا الاوتبوت بتاعها هنلاقي عمل ايه؟ اما الكاونت ايكوال ايكوال 5 عدى الاتريشن دي، يعني ما كملش بقيه الكود ما طبعش. لو ناخد بالنا 1 2 3 4 او جه عند الخمسة عمل كونتينيو، يعني معناها ما تكملش بقيه السطور المره دي فقط في اللوب، وبعدين اطلع هات الاتريشن اللي بعديها اللي هي ايه 6. ده الفرق بين البريك والكونتينيو. اوكي، فيعني انا شايف ان الوايل مفيش فرق كبير برضو عن اللي احنا عارفينه عنها، لكن ادينا شفنا ازاي بتتكتب في البايثون عشان لو احتاجناها. شكرا لوقتكم، ونكمل في الفيديو القادم ان شاء الله.